سؤال 14، limit tan x minus sin x على x تكعيب عندما x تؤول إلى الصفر. التعويض المباشر صفر ناقص صفر صفر على صفر، إذا هي صفر على صفر. طريقة المثال السابق لهذا المثال ما بتنفع، لأنه نهاية لكل جزء بوزع عليه غير موجودة. فالآن نفكر بطريقة ثانية، نضرب ونحط محل التان ما يساوي بدلالة الساين والكوساين. تان يساوي ساين إكس على كوساين إكس ماينس ساين إكس مقسوم على إكس تكعيب عندما إكس تؤول للزيرو. لأن للتبسيط يا يعني بنوحد مقامات، أو لو ضربت البسط في كوساين إكس وكذلك المقام في كوساين إكس راح نحصل على ليميت ساين إكس ماينس ساين إكس في كوساين إكس. لما ضربت الكسر في الكوساين تختصر الكوساين مع الكوساين، يبقى ساين ماينس ساين إكس بتنضرب في كوساين إكس، والمقام إكس تكعيب كوساين إكس عندما إكس تؤول للزيرو. لأن لو أخذت ساين إكس من البسط عامل مشترك بصير ليميت ساين إكس في 1 ماينس كوساين إكس على إكس تكعيب عندما إكس تؤول للزيرو. الآن لما عوضنا راح تعطي زيرو على زيرو، فراح نيجي نضرب بالمرافق اللي هو 1 زائد كوساين إكس على 1 زائد كوساين إكس. الآن شو النتيجة راح تصير؟ تساوي ليميت ساين إكس في 1 ناقص كوساين تربيع إكس على إكس تكعيب، طبعا هون في كمان كوساين إكس، الآن بصير على إكس تكعيب كوساين إكس في 1 زائد كوساين إكس عندما إكس تؤول للزيرو. لأن 1 ناقص كوساين تربيع اللي هي ساين تربيع، فبصير عندي ليميت ساين تربيع ضرب ساين، هدول ساين تربيع بعطوا هون ساين يعني ساين تكعيب إكس على إكس تكعيب في 1 على كوساين إكس في 1 بلس كوساين إكس لما إكس تؤول للزيرو. الآن تساوي ليميت ساين إكس على إكس عندما إكس تؤول للزيرو مضروبة في 1 على كوساين إكس في 1 زائد كوساين إكس عندما إكس تؤول للزيرو. لأن التعويض المباشر هون تكعيب، راح يكون 1 تكعيب نظرية، 1 تكعيب في 1 على 1 ضرب 1 زائد 1 كوساين الزيرو 1. إذن الجواب النهائي بيكون نص. مسألة أخرى، لو أخذنا هذا السؤال limit sin x على 2 باي ناقص 2 x عندما x تؤول للباي، التعويض المباشر راح يعطينا 0 على 0. الآن هون راح نستخدم متطابقة، ساين أي زاوية يساوي ساين المكملة، ساين المكملة يعني ساين إكس تساوي ساين باي ناقص إكس. السبب لما إكس تؤول للباي الزاوية هون باي، والنظرية اللي معنا لازم تكون الزاوية زيرو، فعشان هيك بدنا نفكر في المتطابقة، متطابقة المكملة. فإذا هذه تساوي ليميت ساين باي ماينس إكس، ولو أخذت 2 عامل مشترك من المقام 2 في باي ناقص إكس عندما إكس تؤول للباي. لأن الزاوية نفس الزاوية طبعا مضروبة بثابت ما راح يأثر، لما إكس تؤول للباي الزاوية تؤول للصفر، إذا هذا المقدار 1 في 2 في المقام بصير الجواب نص. لأن كوساين إكس على باي ناقص 2 إكس عندما إكس تؤول للباي على 2، تعويض المباشر كوساين الباي على 2 بعطينا 0، وتحت 2 في باي على 2 تعطي باي، باي ناقص باي 0. فهون لازم أحول للساين
على أساس أستفيد من النظريات. عندي زيرو على زيرو ما في نظريات للكوساين، فإحنا بنعرف متطابقة كوساين أي زاوية يساوي الساين المتممة، يعني بيساوي ساين 90 ناقص إكس ساين باي 2 ناقص إكس. كوساين إكس يساوي ساين باي 2 ناقص إكس ساين المتممة. فالآن بنحول للساين، فالآن بتصير ليميت ساين باي على 2 ناقص إكس على، والآن خلينا ناخد 2 عامل مشترك، بضل باي على 2 ناقص إكس عندما إكس تؤول للباي على 2، لأن التعويض المباشر صارت زاوية نفس الزاوية، وعندما سين إكس تؤول للباي على 2 الزاوية تؤول للصفر، فهذه بتساوي 1 على 2 في على 2، 1 على 2، فإذا قيمة النهاية هي نص. سؤال آخر، الآن ليميت إكس كوسيكنت 3x لما x تؤول للزيرو، الكوسيكنت هي 1 على ساين، زيرو ضرب 1 على زيرو بتعطينا انفينيتي، زيرو إن ضرب انفينيتي هي انديترمينت فورم، فكيف نتصرف؟ الكوسيكنت هي مقلوب الساين، فهذه بتصير ليميت x على ساين 3x، الآن هي زيرو على زيرو، بس في نتيجة تعطينا الجواب دايركت اللي هو 1 على 3، إذا ثلث. السؤال الأخير، إكس كوتان 4x، نفس الحكي، الكوتان هي كوساين على ساين، كوساين الزيرو 1، ساين الزيرو 0، 1 على 0 انفينيتي، والإكس 0، إذا 0 ضرب انفينيتي انديترمينت فورم. ما عندنا نظريات متعلقة في الكوتان، فبنفكر نحولها إلى ساين أو تان. الكوتان هو مقلوب التان، إكس على تان 4x as x approaches 0. الآن التعويض المباشر راح يعطي 0 على 0 indeterminate، بس هاي إلها قانون معنا يصير 1 على 4. وهون نكون أنهينا درس، ويعطيكم العافية.